مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وكواليس الاهلي في تونس طبعا، خصوصا بعد فوز الامس على فريق الترجي التونسي والتاهل للدور نصف النهائي. لكن معايا في هذه اللحظات كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. كابتن طارق برحب بيك. تحياتي ليك يا امير طبعا، وتحياتي للكباتن اللي في الاستوديو. انا ما اعرفش حتى مين اللي في الاستوديو، انما طبعا بارك لهم امبارح على المباراه وجمهور النادي الاهلي كله، مجلس اداره ولعيبه وجهاز فني، الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله بنفكر في اللي جاي باذن الله ان شاء الله. يعني مباراه كانت صعبه طبعا، والاهلي قدر ان هو يكسب طبعا فريق الترجي بعد تعادل ايجابي. يمكن كان في قلق شويه بعد المباراه الاولى والتعادل الايجابي 2-2، لكن قدرنا ان احنا نرجع كالعاده في رادس وقدرنا ان احنا نفوز. فوز كان مهم جدا يا كابتن طارق وليه طعم مختلف. ما فيش شك طبعا، الاول طبعا انا عرفت كابتن محمد فاروق وكابتن عمران. الكابتن محمد فاروق طبعا، تحياتي للكابتن فاروق وكابتن عمرو برضو، دول يعني حبايبنا واكيد طبعا يعني مبسوطين من الاداء امبارح ومن النتيجه، فتحياتي ليهم وبارك لهم. يعني بقول الحمد لله طبعا، المباراه طبعا امبارح كانت صعبه جدا طبعا نظرا للنتيجه اللي احنا عملناها في القاهره، ودايما انا كنت دايما متفائل. ليه؟ لان حتى الناس اللي كانت بتقابلني في قبل ما نيجي يعني لتونس دايما الناس كانت متفائله، فتخيل انت جمهور النادي الاهلي اي حد بيقابلك تلاقيه متفائل، ان شاء الله هنعمل نتيجه كويسه، ان شاء الله هنكسب. فخد بالك دي بترفع برضه معنويات الجهاز ومعنويات اللعيبه والجمهور اللي جه طبعا قبل ما نسافر على طول بيومين، طبعا كان عامل مهم جدا وكان مؤثر جدا بالنسبه لنا احنا كجهاز فني وكلعيبه، ادانا دفعه قويه جدا. وحتى من احنا من يوم ما جينا واحنا دايما يعني الكلام كابتن حسام واحنا كجهاز فني اللعيبه ان شاء الله هنكسب ان شاء الله، حتى النتيجه بين الشوطين يعني كانت حتى بين الشوطين كابتن حسام بين الشوطين بالتحديد يا كابتن طارق كنا متاخرين 1-0 وكنا كمان متعادلين في الكره 2-2، فالامور ممكن كانت تميل للاحباط شويه، لكن شخصيه النادي الاهلي بانت في الشوط الثاني. يا امير عايز اقول لك يعني كابتن حسام وهو بيتكلم بين الشوطين يعني عنده ثقه كبيره جدا جدا هنكسب ان شاء الله. كابتن سامح حفيظي ايوب سيد الجهاز كله يعني يا جماعه هنكسب ان شاء الله، الروح دي موجوده والثقه دي موجوده من حتى بين الشوطين واحنا خسرين واحد ومتعادلين في كاره زي ما انت بتقول 2-2، ولكن عندنا امل كبير جدا في ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ان شاء الله هنكسب. وقد كان يعني الحمد لله رب العالمين طبعا، بس برضه باكد على نقطه مهمه جدا، امبارح فرحنا والفرحه دي خلصت امبارح. احنا خلاص النهارده يمكن انا بسجل معاك بس عشان انا امبارح ما سجلتش يعني وكده ما سجلتش امبارح، انما طبعا هنقفل من النهارده ان شاء الله. طبعا احنا ما خدناش بطوله، النادي الاهلي حتى لو يعني كان كسب مباراه صعبه او مباراه عدينا دور صعب بالنسبه للترجي وكده يعني، انما في النهايه انت ما خدتش بطوله، انت دايما بتحاسب على البطوله يعني. فمن النهارده طبعا يعني انا هسجل معاك وبعد كده خلاص يعني هنركز بقى في المباراه اللي جايه ان شاء الله. ممكن انا عارف ان النجم كسبان 1-0 لحد دلوقتي، فغالبا يعني هيبقى النجم يعني. طب كابتن طارق، المباراه الاولى كان في سوء توفيق لشريف اكرامي في الهدف الثاني، اسبوع كان مليان بالضغوط سواء عليك طبعا المدرب اكيد بتاعه وايضا على شريف اكرامي كمان، الدنيا اكيد كانت صعبه عليه، كلام كتير جدا، هدف يمكن كان صعب شويه، الجماهير اتكلمت، اتعاملتوا ازاي خلال الاسبوع ده مع الضغوط دي وازاي اهلت شريف نفسيا عشان يبقى تالق زي امبارح كده في المباراه؟ هو في شك طبعا زي ما انت بتقول كده، طبعا الضغوط كانت كتير علينا كجهاز فني وشريف طبعا كمان، انما طبعا انا بقول لك ان الضغوط دي احنا مرينا بها كتير قبل كده، في نتائج برضو كانت ممكن تبقى ما كتبقاش ايجابيه قوي بالنسبه اللي احنا يعني مثلا 2012 اقرب مثال، مثلا احنا كنا متعادلين 1-1 في برج العرب برضو وجينا وخدنا البطوله من رادس يعني. انما طبعا ما فيش شك ان في وقت ما يبقى فيه ضغوط بالشكل ده كده وبتبقى محتاجه ان انت تبقى هادي جدا، محتاجه ان انت ما تتكلمش خالص يعني، يعني الناس طبعا بتتكلم وفي ناس بتقول ارائها، وحتى في بعض المدربين طبعا كمان بيطلعوا يقولوا ارائهم، وده طبعا مش يعني يعني يبقى مدرب شغال في نادي تاني ويطلع كمان يتكلم ويطلع يقول ده لو انا موجود وبتاع، فيعني شغل مش حلو يعني. ده انا بسميه يعني الواحد يعني ما ينفعش ابدا ان انا مثلا ابقى شغال في النادي الاهلي ويبقى في خطا ما في اي نادي يعني في حارس مرمى او مدرب بتاع واطلع اقول ان انا لو موجود وعنده مشكله يعني، كلام ما ينفعش يعني، ما بعرفش عنده كتير يعني. انما بزعل لما طبعا الجمهور النادي الاهلي من حقه يزعل، واحنا كمان يعني احنا زعلنا طبعا على زعل الجمهور وعلى ان الجمهور متاثر واللي كان نفسنا ان احنا نكسب ونعمل نتيجه ايجابيه في برج العرب، انما زي ما قلت لك بنتعامل بهدوء جدا جدا على في المواقف اللي زي دي يعني، احنا يعني مرت علينا كتير بنتعامل بهدوء والحمد لله رب العالمين يعني بننجح فيها الحمد لله، والتجارب قبل كده اثبتت الكلام ده.
شريف طبعا بالنسبه لي بيبقى مهم قوي ان انا اتعامل معاه برضه. انا عايز اعرف النبي كلامك يا كابتن بالتحديد مع شريف اكرامي كان ماشي ازاي؟ بص انا طبعا كلمته بعد المباراه يعني، انا نزلت له الملعب برضه يعني، حتى يعني سبحان الله يعني هو لا وبعد المباراه الاولى طبعا نزلت له الملعب طبعا حضنته وقلت له ان شاء الله هنكسب في رادس. نفس الموقف ده بص يعني سبحان الله يعني هو الزمن بيعيد نفسه يعني زي ما بيقولوا في 2012 والله بالظبط كده نزلت الملعب وقلت له ان شاء الله هنجيب البطوله من رادس يعني. الكلام ما بقاش كتير خد بالك يعني مش مهم يعني، هو طبعا شريف بيبقى حاسس انه يعني بدليل ان هو حتى رفع ايديه لجمهوره وشفت الحاله يعني هو كان عامل ازاي يعني، انما عشان يلعب مباراه بعدها باسبوع تاني ويتالق فيها ويقدم اداء طيب وربنا يوفقنا ونكسب امبارح، فده دل على شيء يدل ان شريف شخصيه قويه. هي دي شخصيه النادي الاهلي. بص النادي الاهلي يعني النادي الاهلي ككيان النادي الاهلي اصلا هو على بعضه كشخصيه قويه يعني، فمش تلاقي لعيب ابدا ابدا بيستمر في النادي الاهلي ويلعب طبعا اي لعيب في 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 مصر في اي نادي بيمر بظروف صعبه، بس لما بيمر بظروف صعبه وفي النادي الاهلي والضغط الاعلامي والضغط الجماهيري وشفت الناس كانت عامله ازاي بالنسبه للزعلانه قد ايه، وبص في كل الظروف دي كده بتلاقي ناس بتساند بشكل كبير جدا، وبرضه الناس اللي بتساند طبعا بصراحه يعني عشان ندي كل واحد حقه يعني ناس كتير جدا من الاعلام كان بيسانده يعني، انا ممكن اقول اسماء يعني عشان برضه يبقى انا فرحان سعيد جدا جدا بالكابتن مدحت شلبي والفتره اللي عملها، الاستاذ ابراهيم فايق برضه ساند بشكل كبير، وليد صلاح في الراديو ساند بشكل كبير، ناس كتير ساندت قناه الاهلي طبعا من الناس اللي كانت بتساند بشكل كبير جدا، البرنامج طبعا اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي كانت بتساند بشكل كبير جدا، كل البرامج في النادي الاهلي كانت بتساند بشكل كبير، ومش بتساند شريف لوحده يعني، بتساند الجهاز واللعيبه ويعني بصراحه يعني المساندات دي بتبقى مطلوبه برضه بترفع معنويات وبتاكد ان احنا ان شاء الله، والثقه دي كانت موجوده بنشوفها في كل الناس اللي احنا بنقابلهم في 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 الشارع في في, في لو انت بتروح في شغل في اي مكان بتتحرك فيه بتلاقي الثقه دي انت بتشوفها في وش الناس يعني وفي وجوه الناس، وهم بيكلموك بيبقى بيكلموك بثقه فعلا ان احنا ان شاء الله هنكسب يعني. فالحمد لله زي ما بقول لك يعني الحمد لله ربنا اكرمنا وحققنا نتيجه. في كره صعبه قوي شالها اكرامي امبارح في الشوط الثاني اللي عمل عليها تراي، كره كان بالهيد. بص هو مجمل المباراه طبعا شريف يتعامل مع المباراه حتى وانا بسخنه يعني، انا ما سخنتوش امبارح كتير يعني مش كالعاده يعني، انا دايما في التسخين بيبقى شريف بيحب يسخن كتير وبيحب يبقى فيه تسخين بشكل فيه يعني فيه قوه شويه. امبارح انا ما رضيتش اسخنه خالص، هو طبعا يعني تسخين جمهور وبتاع، فكان مهم ان احنا يبقى فيه هدوء برضه في التسخين، وما يعني التسخين بقى كان قليل جدا اول مره من فترات كبيره نسخن بشكل بسيط يعني، عشان عارف هو مضغوط فمش عايزين ايه برضه ايه يعني يبقى في استنفاذ بالنسبه للمجهود بتاعه والطاقه بتاعته يعني، فسخنا بشكل كويس. بعد ما خلصت التسخين قلت له ان شاء الله انا عايزك تتمتع وانت بتلعب النهارده في جمهور وانت بتحب تلعب قدام جمهور، تتمتع في اطار المسؤوليه بتاعتك اللي عليك في المباراه، وان شاء الله يعني هتعمل مباراه كويسه، وخد بالك من الحاجات اللي هتجيلك ممكن يبقى في حاجات سهله كتير تجيلك هتتعامل معاها واحده واحده، هتخش في المباراه واحده واحده. في لقطه يا كابتن طارق يمكن معرفش ظهرت في التلفزيون وقت الماتش ولا لا، ساعه كان في لعيب واقع في الملعب وانت رحت رايح لشريف اكرامي جنب الجون كنت بتدينه بعض التعليمات، قلت له ايه؟ هو طبعا الحكم من الشوط الاولاني طبعا انت عارف ان شريف خد انذار في الشوط الاول بعد الكره بتاع ضربه الجزاء ديت، فشريف خد انذار وكان الحكم يعني الحكم في تربص شويه من الحكم يعني، فانا كنت قلقان ان شريف كان باوقات بيستلم الكوره من يعني في اخر ال 18 في اول ال 18 كان ناحيه الخط الخط الكورنر وبعدين بيجي بيها ماسكها في ايديه لحد ما بيشوط عند ال 18، ففي الفتره دي ممكن 6 ثواني يخلصوا يعني، فالحكم بيبقى ممكن يبقى في تربص شويه باللي ممكن يحسب كره على شريف ضربه غير مباشره ان عدى 6 ثواني، فرحت قلت له خد بالك من 6 ثواني الحكم بيعد فعلا بشوف الحكم يعني بيبقى واخد بالي من الحكم، فممكن يشيف يتاخر مثلا في موضوع الثواني ده فيحسب عليه ضربه حره مباشره داخل ال 18 فتبقى خطر علينا، فكنت بقول له خد بالك عشان ما يحسبش عليك ضربه حره غير مباشره، وبرده كنت بقول له خد بالك ممكن يديك انذار ثاني في تضييع الوقت، كان دي بعض الحاجات اللي انا كنت بقولها له يعني. المرحله الجايه بقى واحنا مستمرين اهو في تونس عشان المباراه المقبله سواء النجم الساحلي او اهلي طرابلس، انتوا بالنسبه لكم بتفكروا في المباراه الجايه ازاي وهل فارق معاكم مين اللي هنلعبه ولا لا وكلامكم مع بعض ازاي؟ لا بص احنا بالنسبه لنا طبعا احنا بنلعب على البطوله وزي ما قلت لك في مطبات صعبه بتقابلك في اثناء مشوارك في البطوله، والمطب بتاع امبارح ده كان مطب صعب يعني جدا يعني، والحمد لله عدينا. فاي اي اي مباراه يعني هنلعب النجمه هنلعب اهلي طرابلس احنا بالنسبه لنا بنلعب على البطوله، احنا بنفكر في البطوله،
فايا كان الفريق اللي هنلعبه احنا مركزين في شغلنا ومركزين ان شاء الله ان احنا هنعمل نتيجه ايجابيه من هنا من تونس ان شاء الله، ودي تساعدنا ان شاء الله في مباراه العوده. فهيكسب النجم هيكسب اهلي طرابلس، احنا ما عندناش مشكله، احنا مركزين في شغلنا وفي ادائنا وان شاء الله ربنا يوفق باذن الله. شكرا كابتن توفيق. شكرا يا امير، وتحياتي لكابتن فاروق وكابتن عمرو. طبعا ده كان لقائنا الهام جدا مع كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. خلينا اقول لكم ان في هذه اللحظات لاعبي النادي الاهلي في طريقهم لطبعا تناول وجبه العشاء، ومن ثم طبعا هيبتدوا يعودوا طبعا لغرفهم عشان يستعدوا ان شاء الله المران. بكره هيبقى في مران الصبح بدري الساعه 9:30 صباحا بتوقيت تونس، 10:30 صباحا بتوقيت مصر. بشكل عام بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ان شاء الله ان هو يواصل مشواره الافريقي من خلال تحقيق نتيجه ايجابيه تدي اريحيه ان شاء الله في مباراه العوده في اسكندريه.